أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الرئيس السيسي كان واضحا في 22 من فبراير في لقائه بمكنزي قائد القيادة الوسطى للقوات الأمريكية في المنطقة، عندما أشار له أن مثل هذا التطور الحادث اليوم من طرف أثيوبيا قد يدفع إلى رد فعل عسكري مصري، رد فعل عسكري مصري. وكان إلى جانبه قائد أركان الجيش المصري، فوصلت الرسالة مباشرة على أساس أن هذا كان تحذيرا مباشرا بأن هذه العملية قد تكون في أي لحظة يراها الجانب المصري بأنها موافقة لمصالحه. ولذلك فإن سكوت الجانب الأمريكي عن هذه الضربة منذ إدارة ترامب الذي تفهم الضربة، يعني أن الإدارة الماضية لترامب والإدارة الحالية الصامتة عن أي قرار مصري، هذا يعني مباشرة أن الرغبة مصر في الوصول إلى مثل هذه الضربة هذا قرار لها. ولذلك فإن ما حدث بين قائد القيادة الوسطى الأمريكي فرانك ماكنزي في 22 من فبراير إلى جانب فريد حجازي رئيس أركان الجنرال محمد فريد حجازي وأيضا الرئيس السيسي جاء واضحا بأن الضربة العسكرية في هذا الاجتماع ضمن ما سمي بالأمن القومي ودعم الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة المصرية الأمريكية، مما يستوفي إخبارا مباشرا لواشنطن بهذا الخصوص. وتأكد الجانب المصري أن مثل هذه الخطوة لن تؤثر على العلاقة المشتركة، واصفا هذه العلاقة بالشراكة الاستراتيجية الدائمة. ومصر لن تفجر الوضع الإقليمي، لكنها لن تسمح بتفجير أثيوبيا لوضعها الداخلي بتعطيش شعبها. وهذا الذي كان واضحا بأن ما يجري اليوم سيكون بمثابة إعلان حرب أثيوبية ستبدأ في نظر الرئيس السيسي بحرمان مصر من حصتها. 55.5 مليار متر مكعب، هذا خط أحمر بالنسبة لمصر، لن تطلب أكثر ولكنها ستدافع عن هذا الحد. لذلك فمسألة السد من عدمه بإطلاق مياه من عدمها لا يهم المصري، المصري هو حصته وحصته، إن لم يتوصل بها فالحرب أولى. إذن هناك نقطة مركزية، أمن مائي يساوي الأمن الإقليمي. لقد هدد السيسي بشكل واضح بأن ما سيكون عليه الحال سيكون بمثل ستينات القرن الماضي، ولا يرغب في الحرب ولكن إن اضطر إليها سيقودها. ولذلك فإن مسألة فوضى لا يتخيلها أحد، فهذه اللغة هي بالنسبة لكل القرن الأفريقي، لن يكون هناك ضربة بشكل عسكري فقط، إنما المسألة هي انعكاسات هذا الأمر على أثيوبيا وعلى جيرانها وأيضا على مستوى الأمن المصري السوداني، لأن السودان هي التي تدفع الثمن على كل حال. فإن دمر السد غرقت، وإن بقي عطشت، وهي نفسها اليوم أمامها أراضٍ اليوم حررتها، لكن الجيش الأثيوبي استطاع أن يتواجد بكثافة للدفاع عن الحدود الدولية لأثيوبيا بعيدا عن الحدود الاستشكالية مع السودان. فسكتت أثيوبيا عن ما يسمى بالكيلومترات أو بعض الكيلومترات ذات الاستشكال القانوني ما بين السودان وبين أثيوبيا، لمنع السودان من دعم أي عملية عسكرية ضد سد النهضة. ثاني مسألة، أن حمدوك لا يرغب أبدا كما قلنا بالنسبة للجيش السوداني على وجه التحديد أن يعود من نافذة الوطنية وهذه الضربة وغير ذلك، لأن هذا سيفقده أي موقع أو تموقع جيد. إذن هذه اللحظة حاسمة في هذه النقطة تحديدا، ولذلك فالأمر يستدعي الذهاب إلى مجلس الأمن. فلماذا مجلس الأمن تحديدا؟ المسألة تتعلق بفرنسا، فرنسا التي لديها الآلية الممكنة لضرب سد النهضة. بالنسبة لفرنسا لديها علاقات ولديها صفقات، لقد أجزل
أبي أحمد في كل الصفقات بالنسبة للنقل. هناك شركات فرنسية في حدود 10 مليارات دولار، يعني في حدود 10 سنوات، كل سنة بمليار دولار، ومؤهلة فرنسا أن تأخذ أغلب هذه الصفقات. أيضا بالنسبة للتسليح، يريد أبي أحمد أن يكون تسليحه كله فرنسي، هذه نقطة ثانية إلى غير ذلك. إذا استخبارات، هناك كل أجهزة الاستعلام والاستخبار، تكنولوجيا الاستعلام كلها اشترتها أثيوبيا من فرنسا. فالرئيس ماكرون يجب أن يخرج من عنق الزجاجة باستخدام الرافال ضد أثيوبيا، هذه نقطة أساسية. ولذلك فإن الاتصالات التي جرت ما بين مصر وما بين فرنسا لا تؤهل بالشكل الكافي لاستخدام الرافال. لذلك هناك اقتراح آخر، هو بنقل قنبلة من زنة معينة كانت لمصر سابقا واستطاعت إلى جانب العراقيين في إنتاجها، ويمكن استخدام سيراكلوس أو هرقل لتنفيذ هذه المهمة، لأنها طائرة شحن ويمكن عبر القصف إبعاد الدفاعات وبعد ذلك الإتيان بهذه الطائرة. هذا السيناريو الموضوع والذي لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، على الأقل حسب الأمريكيين فلا يمكن مثل هذا، ليس حرفيا وليس للجيش المصري. المصريون لديهم خطة من 3 مراحل ويعرفها وقدمها الرئيس السيسي، وهي بذكاء شديد، لأن عندما طرحت القضية على ماكنزي كان يرى على أن تنفيذ الخطة المصرية عالية الذكاء الاستراتيجي من جهة وعالية التكتيك من جهة ثانية. هذه لدينا بعض المعلومات لكنها غير مستوفية لإعطاء السيناريو بالكامل، لكن ما وضع على طاولة ماكنزي، يصرح ماكنزي نفسه أن مثل هذه العملية ذكية. ماذا بقي هنا؟ هناك أمران أساسيان. الأمر الأول هو رد الفعل الأثيوبي. يقول ماكنزي ويقول غيره بأنه لا نهتم لرد فعل من داخل التراب المصري. إن ضرب المصري أثيوبيا في السد ورد الأثيوبيون بقصف سد آخر فهذا لا يهتم. أهم شيء بالنسبة للأمريكيين منع أثيوبيا من المساس، وبأي حال، بقناة السويس. لا يهم الأمريكيون شيئا، هم لا يدعمون، ولكن في نفس الوقت لا يقفون لا حجر عثرة لا أمام السيناريو المصري الموضوع أمامهم والمعروف، ولا أيضا بالنسبة لرد فعل الأثيوبي. هذه مسألة محسومة، مسألة أساسية بالنسبة لأثيوبيا. ممنوع أن يكون الرد في حال ضربة عسكرية مصرية أن يكون في السويس منعا كليا، هذا هو الواضح. وهذا الذي تثبت أكثر عندما قيل في لحظة مرور سفينة إيزنهاور حاملة الطائرات المعروفة مع مونتري والمدمرة أيضا ميتش وتوماس هاندا، وعندما تجاوزت قناة السويس في 2 أبريل باتجاه جنوب البحر الأحمر، وهذا أول مرور لأول قطعة حربية أمريكية بعد إعادة فتح السويس في 27 من مارس، كان أول عبور لهذه القطعة الحربية الأمريكية كما هو معلوم بعد تلك الأزمة التي يعرفها الجميع. وقد شكر سامويل بابرو المصريين في القيادة والتسهيلات، وهو ما نقله أيضا ستوك روبرتسون الأدميرال في مجموعة 2 أو المجموعة الثانية، وهذه المجموعة هي التي لديها مرة ثانية التأمين الكامل في حال حدوث الضربة المصرية على سد النهضة. والرد الذي يجب أن يكون لا يجب أن يكون مرة أخرى في قناة السويس، فهذا القنال بعيد كل البعد عن أي رد فعل عسكري، لا من أثيوبيا ولا من تحريك ما يسمى بلحظة أمين على الطيران المهاجم انطلاقا من السويس. فلا الطيران المهاجم يستثمر كل أجواء السويس من جهة، وهذا يمنع طيران الطائرة باتجاه البحر الأحمر. كان واضحا جدا
أن هذا التقرير، لمن قرأ التقرير بالنسبة للسنت كوم في مرور إيزنهاور، سيرى أن سيناريو البحر الأحمر هو مستبعد في نظر الأمريكيين. ولذلك فإن إبعاد المضايق وإبعاد الجزر في البحر الأحمر بشكل كامل عن ضربة السد هو جزء من الأمن القومي الأمريكي. ولذلك فإن السيناريو البحر الأحمر انطلاقا من جزيرة أو من عدمها لا وجود له، هذا ما يؤكده الأمريكيون نقلا عن المصريين. المسألة الثانية أن هناك حمدوك عائق حقيقي أمام أي ضربة انطلاقا من السودان ضد السد، وهذا الذي يجعل الرغبة المصرية الآن محدودة ما بين توجهين، لأن البحر الأحمر لا يرغب فيه الأمريكي، وهناك خط أو فيتو أمريكي حول هذه اللقطة. وبالنسبة للسودان هناك حمدوك، ولذلك فإن تأجيل الضربة رغم أنها ذكية بتعبير ماكنزي، لكنها تأخذ أبعاد أخرى، أهمها أننا أمام ضربة متوقعة، وهذه الضربة ستكون بين قوسين تكتيكية بالأساس وليست مدمرة بالشكل الكافي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.